اعطيو الناس مواد غذائيه. كل ما كنعطي الناس مواد غذائيه بمعنى انا كنعطيه ليكيفالون ديال البصله والمطيشه والخزو والبعويد اللي كاين عندي في الدار ديالي. يستحيل السبيرولين تقتل شي حاجه، يستحيل الارجي ولا الجائر تقتل شي حاجه، يستحيل. هذو كلهم مواد غذائيه، ونحن كنجيو في ان من خلال هذه المواد الغذائيه يتصلحوا واحد المجموعه ديال الاعطال اللي عندنا في الدار ديالنا. لما كنعطي السيد لاسبيرولين عندي اليقين المطلق بانه سيت ان فود اليمونتير كما كيقولوا غذاء عالمي وغذاء كلي للذات ديال الانسان. فلما كنعطي سبيرولين شي حد عرف بانني غادي نغذي له الذات. وطيب راه كنقولها في المحاضرات ديالي دائما ان الناس اللي كيمشيو للقمر ما كيديو معاهم لا خبز ولا بطاطا ولا هذا، كيديو معاهم لا سبيرولين ياخذوها لحقاش هي اللي غتعطي لهم الاحتياجات الكامله ديالهم للذات ديالهم. لما كنعطيوهم الار جي والجي ال بمعنى الفطر ريشي، الا كانت لاسبيرولين فيها ما يزيد على 400 عنصر مغذي واخرى فيها 380 عنصر مغذي، كتزيد هذه على هذه كتزيد تغذي الذات ديال الانسان. اذا هذه كما كيقولوا ان ليمون دو باس اللي خصنا نطلقوا منها. الانطلاقه هو انه اي حاجه عطيتها للناس ديالي نمشي والناس على يدي، الا حاجه وحده هادوك اللي كيكونوا حلوين شويه هادوك كتقول لها ودي غير تاخذو عبر لي السكر ديالو، بعد ساعتين يعبر السكر ديالو، الا كان كيطلع له السكر كتقول ليه حبس خلي حتى نخدمك. لما كتخدمو بلاسبيرولين وتخدمو بالار جي والجي ال وتخدمو بالاخرين كيولي الميتابوليزم ديالو يرجع، ديك الساعه كتقول ليه واخا الكروسايد خذ الحوايج اللي حلوين اللي انت كيجيوك بنان ولدان وما بغيتيش تحرم راسك منهم. دابا فاش خدمتك وقاديت الان تلتا بحق بحال الناس الاخرين، ما تحرمش راسك من الروزاي، ما تحرمش راسك من 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 الشاي الاخر. فلهذا يعني تكون عندنا قناعه ديال انه انا بعدا انا شخصيا لهلا يجي النهار اللي غادي نكذب فيه على شي واحد على صحته، نموت انا لهلا يوصلني لذاك النهار اللي يستحيل. والله ما دخلت لهذا المكان هذا الا باش نشوف الاشياء. انا قلتها ودائما كنقولها، مات لي الوالد ديالي خطا ما بغيتش بات واحد اخر يموت خطا، يستحيل. اذا كلنا تكون عندنا هذه الرساله ديال كيفاش يمكن ليا ندخل الفرحه والسعاده لذاك السيد اللي مسكين كيعاني من الصحه ديالو. لان لما كتشوف الوالد ديالك كتعذب انت اللي كتحس، باش كتشوف واحد قريب منك كيتعذب انت اللي كتمحن، كتقول الا فكيتها على هذا السيد هذا غادي نعطيه الراحه.